الجامعة الأمريكية بدبي تأسست سنة 1995 لتصير اليوم من أهم الجامعات في المنطقة العربية والعالم. فتحت أبوابها بهذا الحرم الجامعي لتضم اليوم أكثر من 100 جنسية من مختلف أنحاء العالم، إن كان من الطلاب أو من أعضاء هيئة التدريس أو من الطاقم الأكاديمي. ففيكم تتخيلوا التجربة التعليمية المتميزة اللي عم بحصلوها طلاب الجامعة الأمريكية بدبي. تحتل الجامعة الأمريكية في دبي اليوم المركز الأول، فبحسب تصنيف QS العالمي، الجامعة الأمريكية في دبي هي الجامعة رقم 1 في دبي ومن بين أفضل 5 جامعات في الإمارات العربية المتحدة. بتضم الجامعة الأمريكية بدبي كليات متعددة، تطرح اختصاصات متنوعة، تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتغيراته، إن كان من الهندسة أو الفنون أو الأعلام، إدارة الأعمال، علم النفس، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا. كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في دبي هي صرع علمي متقدم ومتميز لعلم الهندسة والعلوم التطبيقية، طبعاً حسب المناهج الأمريكية المعتمدة. لما نحكي عن هندسة أكيد نحكي عن هندسة الكهرباء وهندسة الكمبيوتر، هندسة أنظمة المعلومات، هندسة البناء وطبعاً الهندسة الميكانيكية. حافظت الجامعة الأمريكية بدبي على موقعها الريادي كأفضل الجامعات بالرغم من تداعيات كوفيد-19 والظروف الصعبة، لأنه منؤمن أن التعليم لا يتوقف. فسارعت الجامعة الأمريكية بدبي بكل طاقمها التدريسي والإداري على تطوير أنظمة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لحتى يتم التفاعل مع الطلاب بشكل فردي. وبعد عودة الحياة الطبيعية تدريجياً في الإمارات، أيضاً الجامعة الأمريكية في دبي عادت إلى التجربة التعليمية المتميزة بانتظام الدراسة حضورياً في الحرم الجامعي. هذا التقدم والتميز على صعيد كلية الهندسة يتجسد يومياً من خلال ابتكارات الطلاب، كما أن بعض الخريجين يتابعون دراساتهم العليا في أرقى جامعات العالم. نحن سعيدين جداً بتعاوننا مع الحلم من أجل تحقيق حلم طالب أو طالبة بدهم يتعلموا بكلية الهندسة المميزة بالجامعة الأمريكية في دبي. ولطالما كان هدف الجامعة الأمريكية في دبي الأول والأخير دعم الطلاب ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم. ف if you have a dream, we will help you turn it into reality. If you don't have one, we will help you find one. شفتي وين رحت عدي؟ ها؟ عم بقرأ عن هالجامعة من أول ما تخرجت من الثانوية حتى أثناء دراستي. هي علاماتك كويسة دكتور ها؟ قالت لي بالرياضيات وبالفيزياء أكيد. شو لازم تعمل حتى تحافظ على المنحة تبعها؟ هي مثل ما حكينا عندها 4 سنوات. طبعاً السكولارشيبس لهم معايير مختلفة، بس عادةً الستودنتس اللي على السكولارشيبس لازم يحافظوا على مستوى جيد اللي هو معدل 3/4 حسب الجي بي اي، وطبعاً الالتزام بالمنهج المعطى بالإضافة للالتزام بقوانين الجامعة الأكاديمية والغير أكاديمية كمان. مديمة والله شلته من علي هم كبير صراحة. هم كبير ها؟ لأنه أختها الكبيرة بعدها بتدرس بالجامعة بتركيا، يعني أنت بتخيل ممكن مثلا كيف أنا هلأ بدون شغل إلي سنة وابني عم بيشتغل، بس ستيل يعني أنه راتبه يعني البيسك بغطي، فإنه الموضوع صراحة. لو بكيتي ما عندي مانع. إيه؟ لو بكيتي ما عندي. لا مش هلا، بعدين. ليه؟ بديش. ليش بديش؟ ليش بدي بتكاش؟ ليش بدكيش؟ ليه عادي؟ بعرف. مش من نوع ممكن ابكي بسهوله. انا رح ابكي. ايوه موجوده.
لسه في مفاجأة. لسه ما استوعبت. لسه في مفاجأة جديدة. يمكن مثلا لما أطلع من هون وأمشي بالسيارة يمكن أقضيها عياط لحد ما أوصل البيت. حسيت إنه شيء تحقق لك هلا؟ الحمد لله الحمد لله. لسه في شيء جديد كمان. تعرف شو رح نعطيك كمان؟ تفضل. احكي. أعطونا يا وينه هات لشو. حنعطيك يا ست تعي. من الحلم من الحلم من الحلم خلي تعي يا محمد ركز معي. من الحلم ماشي رح نعطيكي $30,000 مشان كمان وانت عم تدرسي ها 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 الحمد لله الحمد لله هذه إلك الحمد لله مبروك مبروك ألف مبروك أنا والدكتور رح نبكي والنوم طبعا والله إنها هي بتستاهل بنت مرضية يعني هي عم تشتغل عشان تساعدني الله يخليكم طب هلا هلا الدنيا ليل هلا حلم عن جد أو حقيقة ما بعرف حلم هذا حلم أو هذه النقطة اللي أنا قاعدة بحاول أستوعبها حاليا نعم هو حلم ولا أنا يا ديما مبروك إلك إن شاء الله بعد 4 سنين دكتور بنشوفها متخرجة ذكاء المرأة على الأوريدي عندها ذكاء كمان تحط لها ذكاء اصطناعي عم بيقولوا بقيان 10 ثواني هون بس على كلمة حلم أو دريم أو غيف 10 ثواني عم بيعدوا الشباب بعد شوي حتصير مثل السحر بخ تروح راح هلأ راحت الكلمة بس لسه الحلم بعد شوي رح نعرف مين صاحب المليون دولار بس قبل